مكان فريد في العاصمة الأمريكية واشنطن يتعايش فيه رواد المقهى مع القطط فترة ما، حيث يقدم مقهى كرمز اند ويسكرز تجربة مميزة لرواده، والهدف منه هو منح الزبائن لقاء هذه الحيوانات الأليفة، وهناك إمكانية تبنيها أيضا. التفاصيل في تقرير الزميلة هند خالد. بات اليوم باستطاعة عشاق القطط الأليفة تمضية بعض الوقت الممتع بصحبة القطط أثناء تناولهم للقهوة من خلال مقهى خصص فقط لمحبي هذه الحيوانات الأليفة، والذي يقع في قلب العاصمة واشنطن، وبالتحديد شارع الأو ستريت، الذي يتميز بقدمه وتوافد السياح عليه لما يحويه من مبان ومحال قديمة جداً. يقدم هذا المقهى تجربة مميزة لرواده، والهدف منه منح الزبائن لقاء هذه الحيوانات الأليفة. فبعض الزبائن يعتقد أن شرب قهوة أو تناول وجبة والقطط من حوله يريحه نفسياً. تمكن المقهى من الاستفادة من احتياجات سكان واشنطن العاصمة غير القادرين على الاحتفاظ بقطط خاصة بهم بسبب أن شققهم السكنية صغيرة جدا، وقوانين أصحاب العقارات جعل مسألة الاحتفاظ بحيوانات أليفة أمرا صعبا بالنسبة لمحبي الحيوانات، هذا بالإضافة إلى أنهم لا يملكون وقتا كافيا لتربيتهم لكثرة انشغالاتهم. اسمي فيرونيكا، أنا مساعدة مدير هذا المقهى ومسؤولة عن التسويق في دي سي. موقعنا الآن في جورج تاون. تأسس هذا المقهى في يونيو عام 2015، أي منذ عام ونصف. يتكون المقهى من 3 أدوار، والدور الأرضي مخصص للقطط، ونحن الآن في الطابق العلوي حيث الكثير من الأضواء والمقاعد، وغالبا ما يأتي الناس ليذاكروا دروسهم أو يقوموا بأعمالهم هنا. أما طريقة الدخول للمقهى فعن طريق الحجز عبر الإنترنت ودفع بعض الرسوم لقضاء بعض الوقت مع أكثر من 20 قطة تجوب المساحة المخصصة بالمقهى. الذي نقدمه هنا هو 75 دقيقة حجزا للزائرين، وخلال هذا الوقت يلعبون مع القطط ويطلبون القهوة وطعاما للقطط من مقهى آخر، ولكنه يعود ملكيته إلى مقهى القطط. وإذا وقع أحد الرواد بحب واحدة من هذه القطط يقوم بملء استمارة لتبني هذه القطة، لأن جميع القطط هنا معروضة للتبني. لدينا هنا أيضا أشياء للبايع، كل ما يخص القطط كالتيشيرتات والبوسترات وسلاسل المفاتيح وكل شيء يتعلق بالقطط نبيعه هنا. ويقبل محبو القطط بكثافة على مقهى كرامز أند ويسكرز خاصة في أيام العطل الرسمية. إن السبب من إقامة هذا النوع من المقاهي هو من أجل أن يجدوا أشخاصا لهذه القطط لكي يتبنوها، فكل القطط في هذا المقهى متاحة للتبني. أنا أحب القطط، لدي قطة في المنزل وكنت أملك العديد من القطط في السابق، والقطة هي حيواني المفضل. كنت دائما أخطط وأقول عندما أزور أمريكا سأذهب إلى مقهى القطط، وها أنا اليوم هنا بشكل عفوي. ويحصل مقهى كرامز أند ويسكرز على هذه القطط من الملاجئ المحلية التي تحتوي على مئات من الحيوانات الأليفة التي تخلى أصحابها عنها. ومنذ أن بدأنا تبنينا 173 قطة، ونحن نعمل مع منظمات إنقاذ الحيوان في ماريلاند وغرب فيرجينيا، ونوفر للقطط الغذاء والأدوية والرعاية الطبية اللازمة. نسمح للقطط بحرية الحركة في المكان، ولذا نطلق عليهم القطط الحرة. هدفنا هو إخراج القطط من الملاجئ حتى يتبناهم رواد المقهى. يذكر أن أول مقهى للقطط افتتح في تايوان عام 1998 تحت اسم مقهى القطط، ثم انتشرت فكرة هذه المقاهي في جميع أنحاء العالم.